يا مساء الخير والهنا والسعاده على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا. يوم جديد ولقاءات جديده مع حضراتكم من خلال زينه بطعم البيوت ومجموعه متنوعه من الفقرات كلها للاسره المصريه. بمسي على حضراتكم جميعا وكمان بمسي على زميلتي العزيزه دينا. مساء الخير. اهلا بك يا نجلاء. اهلا بكم مشاهدينا. هنكون معاكم النهارده على مدار ساعه ونص من خلال زينه بطعم البيوت، وبنتكلم في كل حاجه بتهم الاسره المصريه، وبنتكلم في كل حاجه انتم بتفكروا فيها. معاكي ايه النهارده في زينه اول فقره؟ زي ما قلتي بالظبط يا دينا، احنا بنهتم بكل الفقرات الخاصه بالاسره المصريه بكل فئات المجتمع المصري. النهارده واحنا بنتكلم في زينه عن المراه وازاي بيتم الاهتمام بالمراه في كل الاحوال، وخاصه المراه المعيله اللي بيكون ليها كثير من التحديات اللي بتواجهها. الحقيقه العديد من الجهود بتقوم فيها الدوله المصريه، العديد من المبادرات، مش بس الدوله والحكومه والوزارات المعنيه، لكن كمان بتشارك المجتمعات او الجمعيات الاهليه والمجتمع المدني بدور كبير جدا في دعم المراه المعيله وتقديم العديد من الفرص من خلال المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. النهارده بنتكلم مع حضراتكم عن دور المجتمع المدني في دعم المراه المعيله، وازاي مش بس المراه، ازاي ممكن نستفيد من المبادرات المختلفه. اعتقد يا دينا الشباب كمان ممكن يكون ليهم استفاده كبيره جدا من خلال مشاركتهم في المجتمع المدني، وده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا الاولى النهارده ان شاء الله. كمان دعم المشروعات الصغيره وتشجيع المراه ان هي يبقى عندها الدخل الخاص بيها بيبقى الحقيقه حاجه مهمه جدا، ان هي تقدر يبقى عندها مصدر رزق، تقدر ان هي يبقى عندها مشروع وتشتغل عليه وتكبر، وبعدين بيفيد في الاقتصاد بقى. صحيح. يعني بنشوف ان الدول المتقدمه اقتصاديا، الصين قامت على المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، يعني جنوب شرق اسيا كلها والهند وغيرها. صحيح. فاعتقد ان كمان ده دور اساسي بتقوم بيه الدوله في دعم المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. احنا النهارده معانا في طعم البيوت فقره الحقيقه مهمه جدا، وهي كن انت او كن انت. الفكره نفسها ان انت ازاي تشتغل على نفسك علشان تقدر تبقى انت نفسك اللي ناجح، اللي دايما تكون ناجح ودايما واصل لاهدافك وواصل لاحلامك. فكره ان انت تعرف انت عايز ايه دي في حد ذاتها الحقيقه ما بتبقاش سهله ابدا، وبتحتاج لمراحل كتيره جدا علشان نقدر نوصل للشخصيه اللي احنا حابينها ونوصل لاهدافنا في العمل، اهدافنا في الحياه. فاحنا النهارده بنتكلم عن مبادره كن انت، وهنتكلم عن تفاصيلها وازاي ان احنا نقدر كده ندي بعض المفاتيح علشان كل واحد يقدر يحقق ذاته ويحقق الشخصيه اللي هو بيحلم بيها. اهم حاجه ان هو دايما يكون عنده امل وتفاؤل، دايما يسعى، السعي مطلوب. وزي ما بنقول على المراه ان يسعى وليس عليه ان يدركه النجاح، ولكن السعي في حد ذاته ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد. علشان كده الانسان لما يكون من واثق من نفسه واثق من قدراته ويعمل اللي عليه اكيد هيوصل للمكانه اللي هو عايزها. النهارده كمان يمكن فقرتنا الثانيه دينا خاصه بالاهتمام المرء بنفسه، خصوصا بقى بالنسبه للسيدات والاناقه. ده اهم حاجه. وازاي نتعرف على يعني الموديلات الخاصه بالفاشن والازياء الحديثه، مش بس لفئه معينه او لمحجبات او غير محجبات، لكن النهارده بنتكلم عن الموضه بشكل عام، وزي كل واحده او كل كمان واحد، لان كمان في موضه في الازياء الخاصه بالرجال بشكل كبير، فازاي ان احنا نتعرف عليها وازاي ان احنا كمان نختار منها اللي يناسبنا ويناسب كمان شكلنا. يعني ممكن تكون حاجه موضه جدا جدا لكن مش لايقه عليا او مش حلو، فبلاش ان احنا ننساق ورا اي حاجه، لكن ناخد منها الحاجه اللي تكون متلائمه معانا ومع طبيعتنا ومع عاداتنا ومع تقاليدنا. ده هيكون فقرتي. جميل. الفقره الثانيه بقى النهارده في طعم البيوت بنتكلم فيها عن الاكل الصحي. أيوة. والحقيقه خلاص بقى يعني التزام الدراسه وداخلين اهو على موسم الدراسه وابتدائه، فبيجي بقى معاه الالتزام في كل حاجه، اهمها طبعا الوجبات الصحيه واللي كمان ما تاخدش وقت. يعني احنا النهارده هنقول لكم على اسرار كده وحاجات كتيره ممكن تعملوها بحيث ان انتوا تجهزوا وجبات صحيه في نفس الوقت تكون مفيده وما تاخدش وقت كتير منكم. خصوصا في الشتاء. في الشتاء بيبقى بناكل كتير. بنحتاج ان احنا ناكل كتير. وكمان بقى قصه الساندوتشات بقى، الولاد خلاص كمان داخلين المدارس، فدي قصه ثانيه خالص بقى، اللانش بوكس وتجهيزه، وازاي كمان ان انا اعود ابني ياكل اكلات صحيه وياكل اكلات مفيده، لان طبعا الاكل بيكون تعود. ده هتكون معانا فقره كامله في طعم البيوت، ولكن مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع زميلتي العزيزه نجلاء البيومي وفقرات زينه.
برجع لحضراتكم مشاهدينا، وخلينا نقول ان تحقيق اهداف الدوله وتحقيق التنميه في شتى المجالات اصبحت شراكه ما بين كل مؤسسات الدوله مع الحكومه، واصبح لابد من ان كل الاطراف تساعد بعض علشان نقدر نحقق الاهداف الخاصه بنا وهي التنميه في شتى المجالات. علشان كده دايما بنشوف وبنتابع يعني دعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى الشراكه، شراكه الاحزاب، شراكه القطاع الخاص، شراكه المجتمع المدني في تحقيق الأهداف الخاصة بالمجتمع، ومنها طبعا التكافل الاجتماعي الموجود وإزاي أن احنا نقدر نكون عنصر مساعد لكل فئات المجتمع. النهاردة تحديدا بنتكلم عن المجتمع المدني ودوره اللي بيقدمه بالنسبة للمجتمع بشكل عام، بالنسبة للمرأة بشكل خاص، وتحديدا المرأة المعيلة. خلونا نعرف أكتر عن هذا الدور والإسهامات اللي بتتم فيه، وده هيكون من خلال لقائي مع الأستاذة نازج الألفي رئيس إحدى المؤسسات الخيرية الأهلية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. منورانا. يعني الحقيقة أصبح الدور اللي بيقوم به المجتمع المدني دور أساسي وشراكة أساسية للدولة لتحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة. خلينا في البداية ناخد فكرة عن المجتمع المدني والإسهامات اللي بيقوم بيها. هي طبعا المجتمع المدني مهم جدا إنه يشارك مع الدولة، لأن الدولة كل التفاصيل مش هتعرف تغطيها أكيد يعني. فالمجتمع المدني له دور كبير جدا، ويخش جوه بقى المنطقه، كل منطقه يعني. مثلا في 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 المؤسسات او المجتمعات المدنيه بيبقى في ناس متخصصه لكل منطقه، يعني على الاقل اللي حواليها. فدي حاجه مهمه ما بتقدرش الدوله توصل لها بسهوله. وطبعا في تغطيه للقرى وتغطيه للنجوع والحاجات دي، زي ما بقول لك مش كل حاجه الدوله بتقدر تروح لها وتعملها. عندنا ميزه مهمه قوي ان احنا ما عندناش روتين. فلما بنلاقي حاجه او حاله مهمه جماعية مهمة بنتدخل وننقذ فيها على طول. الحقيقة كمان الجميل أن أصبح المجتمع المدني الآن عنده رؤية وعنده قاعدة بيانات بيقدر من خلالها يقدم المساعدة في كل أنحاء الجمهورية، وده طبعا شفناه من خلال عدد كبير من المؤسسات اللي تجمعت مع بعض تحت مظلة واحدة وقدرت أن هي يكون ليها بيانات خاصة باحتياجات المواطنين في كل مكان. فإزاي استفدتوا أو شايفة أن إزاي ده ممكن يكون ليه دور في التوزيع او عداله التوزيع بالنسبه للمساعدات اللي بيقوم بيها المجتمع المدني؟ بصي، احنا اخترنا حاليا بقالنا سنتين تقريبا بنشتغل في الاسمرات. الاسمرات كمنطقه جديده لها يعني مهمه جدا كنموذج بقى للمناطق الشعبيه. او اولا في منتهى النظافه ما شاء الله، رؤساء الاحياء اللي جم الرئيس السابق والحالي نضاف يعني ممتازين وشايفين شغلهم كويس قوي وعندهم سلاسه. فكان جه في بالنا ان احنا ليه ما نعملش زراعه فوق الاسطح، بدل ما يعني طبعا الزراعه غاليه جدا لو هتاخدي ارض، لكن لو فوق الاسطح هتبقى حاجه سهله والرأس مال مش غالي قوي كده زي الأرض ما تشتريها طبعا. وبعدين تجربة جميلة وتنفع في كل البيوت، وينفع تعمليها في البراندة وينفع في كل حاجة. ومش بس كده، هي كمان يعني للحفاظ على البيئة، والحفاظ يعني على البيئة الأسطح كمان من كل النواحي. والشكل الجمالي الحفاظ على البيئة والشكل الجمالي وتساعد في المصروف لو يعني لو اقتصاديا وصحيا وبيئيا فمن كل يعني ناحية هي تجربة جميلة. احنا كمؤسستنا يعني بدأنا مع برضو احدى المؤسسات الكبيرة ان احنا نعمل اول سطح على وزارة التضامن في الأسمرات، مؤسسة من مؤسسات وزارة التضامن في الأسمرات، في منتهى الجمال. وعايزة اقول لك ان احنا في منتهى السعادة. اولا بنتابع، دي اهم حاجة، احنا ما بنعملش الحاجة ونسيبها ونمشي يعني متابعة باستمرار لازم. وعشان كده قلت يعني ان التحالف الوطني للعمل التنموي والاهلي لما يكون موجود ولما يكون في مؤسسات سواء كانت تابعه لهذا التحالف او غير تابعه ليه لكن بتقوم بدورها، ده بيكون عنصر اساسي في طبعا دعم التنميه بالنسبه للدوله. خلينا نتكلم بقى عن قطاع المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، وازاي بيتم يعني اختيار المشروعات وازاي بيتم دعمها ماديا، وكمان مش بس التدريب والتأهيل كمان لل يعني المستفيدين منها. ده فعلا احنا كل الحاجات دي بنعملها. كل الحاجات دي المجتمع المدني بيعملها. يعني مثلا في مؤسسه تانية من اللي انا بشتغل معاهم فيها عندنا
لجنة اسمها مصرية بتتابع وبتبرز كل المشاعات الصغيرة، بتديهم فرصة انهم يعرضوا منتجاتهم، وبتديهم فرصة ان هم يعرفوا يدخلوا اسواق جديدة ويرقوا كمان، مش بس ان هم يدخلوا الاسواق ويرقوا، يترقوا بمنتجاتهم لمستوى اعلى. تمام. فعاملين الفرصة دي للجميع. مش بس كده بقى، طلبنا من احدى جمعيات رجال الاعمال انها تتبنى المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، ففعلا ابتدوا يعملوا كده. اخذوا يعني صرحوا لنا انهم ممكن ياخدوا لحد 5000 حد واحد يكتب لهم المشروع، ولو المشروع كان جدي وفعلا ينفع ان هو يتعمل، طبعا جمعيه رجال الاعمال بتوافق وبتدي لهم راس مال معين وبيبتدوا، لو بعد كده بيسدد بقى بس بالتقسيط المريح ومن غير فوائد. هل نقدر نقول ان المبادرات اللي حضراتكم بتقوموا بيها او المساعدات دي بتكون على نطاق الجمهوريه كلها، ولا بيتم انتقاء محافظات معينه؟ زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي مثلا احنا مركزين على منطقه الاسمرات، وهي منطقه طبعا يعني تطورت بشكل كبير جدا. صحيح. وتحولت من عشوائيات الى منطقه نموذجيه جدا، اقدر اقول نموذجيه ومتكامله، فيها كل سبل الحياه. صحيح. اللي موجوده فيها بشكل كبير الحمد لله. أهم حاجة حقيقي في منتهى النظافة، وده الحقيقة كان من يعني الإيجابيات الكبيرة جدا اللي قامت بيها الدولة المصرية في مجال تطوير العشوائيات. هي فعلا طفرة في العشوائيات، ده حقيقي. وتخلصنا من القنبلة الموقوتة العشوائيات إلى أن احنا حولناها إلى شيء إيجابي جدا. ولكن خلينا أقول بقى بالنسبة للحالة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة متناهية الصغر، هل بنركز على منطقة منطقة ولا بننشر الموضوع؟ لأن كل محافظة بتختلف في مواردها. لا لا لا، احنا منتشرين في كل المحافظات. يعني في جميع المحافظات هتلاقي ناس، يعني بالعكس من السنة اللي فاتت وبقالنا مثلا 10 سنين بقى في المؤسسة الثانية، بنتابع مع الصعيد. في نجوع الصعيد بيطلعوا قرى يعني كانت غلبانة جدا، بتتجدد من أولها لآخرها، من أول البيوت نفسها لحد ما يعملوا الصناعة اللي هي تليق عليها، أو اللي هم يحبوا يشتغلوا فيها، أو اللي هي ماشية مع البلد نفسها. يعني أي صناعة يعني هي اللي تنفع في المجتمع وبنسندها. الحقيقه يعني القريه المنتجه، خلينا نقول مشروع القريه المنتجه، ومش بس كده، لكن في بعض القرى تحولت الى مصنع. يعني انا شفت قريه في محافظه الشرقيه كانت عباره عن تصنيع لورق البردي، بيزرعوا نبات البردي. صحيح. وبيقوموا بعمله، والقريه كلها يمكن حتى كل اهاليها قالوا احنا جوزنا ولادنا من هذا العمل، فازاي يكون عندي هذا وغيرها من القرى اللي موجوده؟ يمكن ده بس ايه نموذج، لان عندنا قرى كتير على هذا يعني السياق. ازاي ان انا اقدر اركز على الصناعات الصغيره متناهيه الصغر بالنسبه للسيدات في هذه القرى وتكون مصدر بالنسبه لهم للدخل؟ ضروري طبعا. يعني بتقوموا بايه في لتحقيق الهدف ده؟ انه يبقى فيه جديه في المشروع، وانه يتناسب مع البيئه اللي هو هتشتغلي فيها، وهم بالتالي طبعا عايزين ياكلوا، فبيساعدوكي على انك اول ما بيلاقوا ان هم جات لهم حياه كريمه فعلا، وعندهم بيوت نظيفه، وعندهم اساس كويس. ده احنا وصلنا ان احنا بنوصل الاساس لحد البيوت. طب يعني عايزه بعض النماذج كده اللي حضرتك شايفه انها بالفعل كانت بدات مع المبادرات الخاصه بدعم المشروعات الصغيره متناهية الصغر من خلال المجتمع المدني، قدرت انها تحقق المشروعات دي وقدرت انها يعني ترتقي بمستواها الاقتصادي بيها. فعلا، مثلا من 3-4 سنين عملنا برضو في قرية جنب اسكندرية، اتعمل فيها المشروع من اوله لاخره، قرية بحالها، اتجدد لها كل البيوت بتاعتها بالفرش بالاساس بكل حاجة، وبعدين اتحط لهم اتعمل لهم انوال وحاجات كده علشان يعملوا سجاجيد، ففعلا واتعمل لهم مدرسة، ودي اهم حاجه ان المدرسه بتديهم مجال جديد بقى انهم ما يسيبوش التعليم طبعا، يعني تتابعهم جوه القريه بتاعتهم. فكانت تجربه جميله والحقيقه حققت اهداف كويسه قوي. انا بتمنى ان زراعه الاسطح تمشي لانها ممكن تعمليها في بيتك.
ولكن لابد برضو، خلينا نقول لابد ان احنا يكون عندنا نوع من نشر الطرق الصحيحه لهذه الزراعه، طبعا لان برضو طبعاً محتاجين ان احنا يكون عندنا وعي ازرع ايه وايه المناسب، وايه اللي يتناسب مع طبيعه، لان انا بتكلم على اسطح طبعاً، وطبيعه الري بتاعها بيبقى ازاي وطبيعه. انا عايزه اقول لك انها بتاخد ميه اقل من استعمالك العادي، ده بالتاكيد. يعني هي زراعه الاسطح كمان من الخطوات المهمه جدا اللي يعني اخذت اهتمام كبير في الفترة الأخيرة، خصوصا مع التغيرات المناخية وغيرها، فأصبح في اهتمام كبير جدا بالمساحات الخضراء. في كفاية انك تبصي من الطيارة تلاقي مصر بقت خضراء. يا رب دايما دايما خضراء يا رب بإذن الله، لأن النماء والازدهار دايما. طيب العمل في المجتمع المدني وطبيعته واحتياجاته والأعمار المناسبة ليها بتكون إزاي؟ لا أعمار مناسبة ما فيش، هو الاهتمام. هو أقول لك حاجة، معظمنا مش كلنا بس معظمنا، يعني لما بتخلصي بقى الواجب بتاعك مسؤولياتك مسؤولياتك بتخلص، بتبتدي بقى تتجهي للعمل المدني علشان تقضي وقت في حاجه مفيده. بس انا دلوقتي الحمد لله شايفين ان الشباب الصغير كمان عنده حب احلى ان هم يبتدوا من بدري عندنا فده شويه، فده شيء الحقيقه جيد جدا، ودايما نشجع الشباب، لا شاركوا في المجتمع المدني، خلي ليكوا دور في تنميه المجتمع. فازاي بنقدر ان احنا كمان نساعد الشباب دول، خصوصا البعض يقول لك انا عايزه اعمل حاجه بس انا مش عارف اعمل ايه ولا اتوجه فين، ولا يبقى ليا حد كده يوجهني بطريقه صحيحه. هي المشاركه دي من الشباب بتخليهم دفعه، بتدي لهم دفعه ان هم يشاركوا في المجتمع. وطبعا هم ظروفهم احسن مننا، لان دلوقتي في السوشيال ميديا بتخلي الناس كلها عرفت ايه اللي بيحصل. صحيح. الاول ما كناش عارفين قوي ايه اللي بيحصل، يعني ما كناش فاهمين، لكن لما دخلنا وتعمقنا خلاص الناس كلها عرفت. عشان كده دايما بنقول ان الشباب اكثر تطور، لان عندهم المعلومه يعني في اقل في الفيمتو ثانيه فهم عندهم حظ اكتر مننا ان هم ابتدوا يعرفوا ايه اللي بيحصل ويحبوا يشاركوا، اللي بيحب يشارك فورا بيشارك. طيب نتكلم بقى عن المراه المعيله تحديدا، ازاي بنقدم الخدمات للمراه المعيله، وازاي بنتعرف عليها، وبنقدر ان احنا يعني ما يكونش مجرد ان انا بساعدها، لا انا بوجد لها مصدر للعمل بحيث ان هي تشتغل وتنمي قدراتها في هذا العمل. في الأسمرات وفي السيدة زينب وفي أماكن كتير ودينا، بنعمل تعليم للخياطة ونودي يعني اللي تنجح وتمشي وتشتغل كويس في المشروع بينسب لها مكانها. فدي كويس انها تبدا سكه جديده، تعرف ازاي تشتغل وتعرف ازاي تجيب لنفسها دخل. هل مش بس كده، بتدي لهم الموديلات كمان اللي يعملوها. هل بنقوم بعمليه تدريب، يعني بنعلمهم ضروري. زي ما بنقول يعني مثلا حد يقول انا عايز اعمل اي مشروع صغير بس مش عارف اعمل ازاي. فهل بنقدر نوجهه، وهل نقدر بندربه وناهله؟ يعني احكي لي كده على اللي حضراتكم بتقوموا بيه. التدريب اساسي في شغلنا. تمام. التدريب لازم علشان يعني تستفيدي من التجربه اللي عملتيها، والا الحاجه هتموت وهتبوظ. صحيح. فلازم المتابعه والتدريب مهمين جدا. اكيد. فضروري ان يعني لما بتدخلي بتعملي حاجه ضروري تعلميها للناس، والا المشروع هيفشل. بنتمنى يعني ان شاء الله ان احنا نقدر نقدم المساعده الاكبر قدر ممكن من السيدات المعيلات ومن السيدات ومن الشباب ومن كل من يحتاج الى ان هو يعني يكون ليه فرصه ويحصل من خلالها على عمل او على مشروع صغير، ان شاء الله يكون في سبيل للمساعده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه نازج الالفي، رئيس احدى المؤسسات الخيريه الاهليه. مزيد من العمل الخيري التنموي بإذن الله. شكرا جزيلا ليكي. ولسه مع كل مشاهدينا بنواصل فقراتنا مع حضراتكم مع زينب تعمل بيوت. بعد الفاصل هنتعرف معاكم ايه الجديد في عالم الازياء وموضة 2024-2025.